أشرف، في إطار هادشي اللي قلتي وهاد يعني هاد القوة اللي الناس كيشوفوك بيها، صراحة ما هو سرك؟ سمح لي نقول لك واحد الجملة. نعم. أنت يا نزيه بزاف في زمن نص عليك، يا نصاب كبير. ممكن يكون جوجهم. نصاب على الفاسدين ونزيه. والله دول دابا إلا حطيتيها في خانة النصب مثلا على من؟ على الناس. على الناس ما سهلة، ما تسنيهاش، ما حياة غير كتزيد. شهر رمضان هو داز كان غير البارح، واحد النهار غيجبل الحق. حنا شعب راه خاكك ساذج. لا ما كيتيق. لا والله ما شوف كيتيق والله ما كينسى. كنشوف لا مانيبيلاسيون كيفاش دايره في مواقع التواصل، داك تجيش الناس كيفاش انها تغيير الراي العام. انا كنقول لهم، انا قلت لهم مساله ديال المغاربه ساهلين دغيا كيتوريونطاو تماما. كيفاش انا كيفاش يكون، انا قلت لهم راه كاينين اربعه ديال المجرمين كبار في البلاد، نعت لكم فينا هما. ما غنعتش القضاء، نعت لك انت اللي كتفرج فيا. انا نقول لك فين كاينين اربعه سارقين المال العام، تجار الكبار ديال المخدرات اللي كينهبوا اموال ديال الضعفاء اللي كيسرقوا الاراضي. نعتهم لك كاينين ساهلين. دابا ولاو كياخذوا ملجا واحد كيمشي كيتخبى مور فرقه فيها واحد المليون ديال البصر ولا مليون ديال الجمهور، وكيجي موراهم كيدير كيدور على داك مليون ديال البصر، واحد اربعه ولا خمسه ديال الباجات كيوريونطيو هذوك الباجات، غتهاجمي غيهاجمك. دابا بالنسبه لي واصرا بالمدن الا ملي خرجت داك الجماهير يهاجموه راه غيسكت. لا انا راه قلت لك، انا غير هضر، راه غنقول داكشي اللي عندي وغيبقى تطبل. انا قلت لك خص سد عليا في داري، سد عليا في داري باش شي ملف خرج وقول اصرف بالمدن بتز فلان خدار شو معاه. الحمد لله شحال من عام وانا دابا في هادشي، راه عام ونص دابا وانا بديت هادشي. مشاكل ديال الدنيا ودي ما عمري دخلت للقضاء. راه كاين اشاعات انا جايبهم لك، كاين شي حويجات قالوا عليك اشرف. ما عنديش مشكل، مرحبا بك. شي حويج تهم خطيره، يعني شي حويجات خطيره. هذاك الشيء اللي عندي كان عندي قبل ما نبدا، باش ندير لك هذاك الشيء حياتي بعدا الشخصيه الخاصه. هذاك الشيء دوك الامكانيات وداك الحياه البسيطه اللي كنت عايشه باقي عايشه بدوك الامكانيات، بديك السياره، بديك الكول، بديك الطريقه باقي عندي هي قبل ما نبدا كاع. مي اللي كنقول لك هو انني ما عمري دخلت القضاء بشي تهم اللي مثلا الابتزاز، الفساد، الرشوه. ما 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 ما, ما تسناش ما عندي نقول لك عطيني. وراك مازال صغير يعني، مازال نتمنى من الله نبقاو بحال هكذا. نتمنى على الله.